بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وعن الإنسانية جمعاء، وأن يشفي المرضى ويرحم الموتى ويتقبل من مات منهم من المسلمين بهذا الوباء شهيدا عنده، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن الأمة هذا العام تصوم رمضان صياما استثنائيا في ظرف عصيب يمر على الناس بسبب جائحة فيروس كورونا. وافتقد المسلمون خلال هذا الشهر المبارك شعيرة من شعائر الإسلام التي تؤدى في المساجد جماعة بمشاهدها المهيبة وأجوائها الخاشعة. ولا شك أن لهذا الفقدان آثارا بالغة على نفسية المسلم، إلا أن المسلم عندما يستحضر أن وجوده في البيت وبقاءه في البيت إنما هو لدفع الضرر وإزالة الخطر والمحافظة على النفس البشرية والمشاركة بهذا البقاء والمكوث بالبيت، يشارك كذلك في حفظ النفس ويشارك في التخفيف والتخفيض من هذا الوباء، فإنه بذلك يتسلى ويصر، خاصة وأنه يؤدي ذلك طاعة لله عز وجل فضلا عن الالتزام والانضباط بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في هذا الأمر. لذلك المسلم يحتسب الأجر ببقائه ومكوثه في البيت. لذلك أيها الإخوة، رمضان هو رمضان، سواء كان في هذا الظرف الذي نعيشه الآن أو في غيره من الأزمنة الأخرى، وسيبقى رمضان دائما بأجوره ورونقه على الروح وعلى النفس وعلى البشرية جمعاء. رمضان أيضا يصاحبنا، يرافقنا في بيوتنا، في أسواقنا، في معاملاتنا، في مؤسساتنا، فهو يصاحبنا بهذه الشعيرة الإنسانية التي نقيمها ونحتسب فيها الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا وطاعة لله عز وجل، فهو الذي أمرنا بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كان رمضان شهر الجود وشهر العطاء وشهر الإحسان والسخاء في الأيام العادية الأخرى، فإنه في هذه الظروف بالذات ينبغي علينا، بل يجب أن يكون أكثر جودا وأكثر سخاء وعطاء في البحث عن المحتاجين وعن الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمعوزين والمحرومين، اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يعز وينصر ويؤيد ويحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي عهده وفي سائر أسرته، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.